حابة ننتقل إلى منطقة جرث نوت بنيابة طوي اعتير بولاية مرباط بمحافظة ظفار مع الزميل سالم بن محمد زعبنوت للحديث عن جماليات موسم الخريف. وما شاء الله المنظر كيف رهيب، جميل جدا. صباحات الخير لك زميلنا سالم، كيف تصف لنا الأجواء اللي هي أساسا تصف نفسها ما شاء الله؟ صباح الخير خديجة، محمد، المشاهدين الكرام، صباح الخريف، صباح الرذاذ، صباح الأجواء الماطرة من محافظة ظفار، من جبالها، من سهولها، من هضابها. وما شاء الله الخريف جميل كعادته سنويا في محافظة ظفار، تتميز الطبيعة بتنوع فريد في النباتات، القطاع الشجري، الجماليات الخريفية الجميلة. هذا العام جماليات الصورة هي من تحكي هذه المواقع المختلفة، تتحدث عن خريف ماطر، زخات مطر، بدأت الطبيعة تتنفس بهاء وجمالا واستقبالا لزوار محافظة ظفار. وبالمناسبة يمكن موسم خريف ظفار سنويا يبدأ في 21 من شهر 6 وينتهي في 21 من شهر 9، وخلال هذه الفترة يزداد الجمال جمالا يوما بعد آخر من خلال أيضا كثافة في الضباب وزخات الرذاذ المتقطعة وأحيانا المتواصلة، خاصة على الجبال والسهول والمواقع المختلفة. اليوم إحنا كما ذكرتي في جرث نوت، هذه المساحة الخضراء وهذا الجمال الطبيعي الفريد يحكي صورة خريفية وحكاية يوم جديد في محافظة ظفار في موسمها الاستثنائي. ظفار في الخريف مختلفة، مختلفة بجمالها، بطبيعتها، بطابعها الخريفي الفريد، وتزداد جمالا أيضا بتوافد الكثير من زوار إلى المحافظة، سواء كانوا من مختلف محافظات سلطنة عمان ومن دول مجلس التعاون والدول العربية ودول العالم أجمع، يعيشوا معنا هذه الأجواء وهذا الاستثنائي الجمالي المختلف والفريد. جرث نوت مساحات جميلة، تنوع في البساط الأخضر، القطاع النباتي والشجري أيضا في محافظة ظفار. بالمناسبة يمكن حوالي أكثر من 750 نوع من النباتات في محافظة ظفار تتوزع على هذه الجبال والهضاب والمواقع المختلفة، بالإضافة إلى العيون والمواقع السياحية المختلفة، حوالي 360 عين في محافظة ظفار، البعض منها دائما الجريان طوال العام والبعض الآخر يتدفق قوة في موسم خريف ظفار، مواقع سياحية وخيارات مختلفة للزائر إلى المحافظة، المحب للجبال والأماكن المرتفعة ومعانقة السحب والغيوم والرذاذ، أيضا هنالك خيارات لهكذا محبين من الزوار، المحبين الشواطئ وما تتميز به من تنوع فريد ورمال ذهبية مختلفة، أيضا موجودة السهول، الهضاب والمواقع المختلفة، بالإضافة إلى موسم الطبيعة والجمال في هذه المحافظة هنالك خيارات كثيرة للزائر، وتتزامن مع هذا الموسم فعاليات وأنشطة وحراك سياحي مختلف من مختلف الجهات هنا في محافظة ظفار لتطوير السياحة وأيضا تشجيع رواد الأعمال والشباب وإعطاهم الفرص للإبداع وأيضا مواكبة هذا الحدث الاستثنائي الكبير. طبعا كل عام يبهرنا الشباب بمؤسساتهم أيضا بأفكارهم المختلفة وبمواقعهم المتنوعة اللي يتواجدوا في مختلف المواقع، وفرصة للشباب أيضا لإظهار هذه المواهب وإعطاهم الفرص لمواهبهم وإبداعاتهم المختلفة. يمكن فعاليات كثيرة ستتزامن من 15 من هذا الشهر، ستبدأ فعاليات ومناشط المهرجان في مختلف المواقع المختلفة. أما الطبيعة فهي صورة مختلفة وجمال آخر يحكي هذا الجمال، ويمكن الصورة أبلغ من الحديث. جميل جدا، وصف رائع منك أخ سالم على هذه المناظر الرائعة اللي أنت أصلا واقف فيها. نغبط عليها. نعم، كسؤال أخير لك سالم، الخريف من ناحية الجماليات استعد أكيد لاستقبال الضيوف، كيف هي الاستعدادات هناك من بلدية ظفار
لاستقبال الأعداد الكبيرة القادمة إن شاء الله، سواء كان من السلطنة أو من دول خليجية وعالمية لخريف صلالة. بالتأكيد خريف ظفار يتميز بالكثير من الفعاليات والمناشط، مختلف الجهات سواء كان بلدية ظفار أو الجهات الأخرى المعنية بتنشيط القطاع السياحي وأيضا استقبال الزوار، تستعد من فترة سابقة لاستقبال الزوار. المتوقع أكثر من 1,000,000 سائح هذا العام لموسم خريف ظفار. نجد حراك ثقافي وحراك سياحي نشط من مختلف الجهات للاستقبال. هنالك أيضا فعاليات متنوعة ومواقع هذا العام طورت لتواكب هذا الحدث الاستثنائي الكبير. لدينا في وادي دربات هنالك فعاليات وقوارب وأكواخ وأكشاك للكثير من الشباب أيضا بطريقة مبتكرة وجميلة أيضا بإذن الله ترضي الزائر. هنالك أيضا مواقع أخرى كموقع عودة الماضي بمنطقة الحافة، أيضا هنالك تجسيد للبيئات المختلفة البحرية البدوية الريفية الحضرية والزراعية، أيضا تجسيد للفنون العمانية المغناة في سلطنة عمان في تلك المنطقة. هنالك حديقة عوغد فيها أيضا فعاليات ومناشط مختلفة. السلام. بالإضافة إلى كما ذكرنا دربات، أتين سكوير أيضا فعاليات وألعاب كهربائية ومعارض للتسوق ومساحات ترفيهية مختلفة. حديقة صلالة هنالك الحديقة المضيئة فيها الكثير من العروض المتنوعة، بالإضافة إلى المغسيل وإطلالة حمرير، وتنوع فريد في الفعاليات والمناشط المختلفة التي تبدأ من 15 من هذا الشهر وتستمر إلى نهاية شهر أغسطس. حراك كبير متوقع بأن يكون هذا الموسم موسم استثنائي، ودائما ما نسعد بتوافد الكثير من الزوار ليعيشوا معنا الحدث الاستثنائي الجميل، يعيشوا معنا أفراحنا بهذه الطبيعة. يمكن الكثير من الزوار يطلعوا إلى هذه المواقع المرتفعة كجرثنوت وغيرها التي هي يمكن من أكثر المواقع تأثراً بالخريف خاصة في البداية. نعم. الطبيعة أصبحت خضراء، بساط أخضر، مساحات جميلة، وهي فرصة للزائر للاسترخاء في مثل هذه المواقع. صحيح. الهدوء أيضاً جميل جداً، وحكاية أخرى للزائر عندما يذهب إلى مثل هذه المواقع خاصة المرتفعة ويستمتع. نعم. يمكن الآن زادت زخات المطر، فتارة ينقشع الضباب وتارة أخرى يحف الضباب الزائر ويعطي صورة مختلفة وجمالية متنوعة. يا سلام يا سالم، يا سلام على هذا الوصف الجميل اللي وصفت لنا يا الأماكن المرتفعة والجبال والمنطقة اللي أنت موجود فيها الآن، لكن لو تصف لنا أيضا المدينة كيف هي الأجواء، ولو نصحح أيضا للمشاهدين بعض الشائعات التي تنتشر عن الأجواء الآن في محافظة ظفار وبالتحديد ولاية صلالة. سالم، بالتأكيد الخريف بدأ من 21 من هذا الشهر. نعم. فلكيا. صحيح. أحيانا يكون الخريف بغزارة في الجبال الشاهقة، مثلا منطقة إيتين، هذه الجبال الشرق، وخاصة. نعم. أيضا المنطقة الغربية ظلكوت ورخيوت فيها الكثير من الضباب والرذاذ، وأيضا بدأت الطبيعة تتنفس صورة خريفية مختلفة. كذلك مركز المدينة، يمكن مدينة صلالة خلال. نعم. الأيام الماضية أحيانا تكون الأجواء غائمة، زخات المطر، واليوم بدأت الأجواء تختلف نوعا ما، تعطي صورة خريفية متنوعة ومختلفة، خاصة في الفترة المسائية أو الصباحية تجد الأجواء خريفية كعادة مدينة صلالة، تستعد وتفرح وتحلق بنا في سماء الخريف الماطر والأجواء الجميلة. نقول هكذا مرحبا بزوار سلطنة عمان، مرحبا بزوار محافظة ظفار، كل الترحاب وكل المحبة لكل من يزور ويفضل قضاء أجمل الأوقات في محافظة ظفار ويستمتع معنا بهذا الجمال الخريفي والطبيعي الفريد. شكرا، شكرا لك زميلنا سالم بن محمد زعبنوت على كل هذه الجماليات وكل هذا الوصف الرائع، وأنا أتوقع أنه للطبيعة دور اللي خلت كذا سالم إنسان شاعري وأعطانا كل هذه الجماليات. شكرا جزيلا لك وأيضا لطاقم العمل معك. إذن هذه دعوة وفرصة أكيد للجميع للاستمتاع ب يعني جماليات محافظة ظفار والأماكن أكيد المتأثرة بأجواء الخريف. طبعا احنا ما ودنا حتى تخلص هذه الفقرة. صحيح. المشاهدين الأحبة مستمرين معكم في قهوة الصباح مع الفن والإبداع، ولكن بعد هذا الفاصل.